صحيح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قربت لنا حاجات كتير وسهلت علينا تواصل وقدمت لنا تسلية بشكل كبير، لكن الحقيقة إن هي قربت لنا حاجات تانية كمان كانت بعيدة عننا تماما. قربت وسهلت طرق تواصل أقل ما يطلق عليها إن هي غير مشروعة. واحدة من أهم مشاكل السوشيال ميديا إن هي فتحت باب كبير ومدخل من مداخل الشيطان للنفس البشرية، عرفت إزاي تلعب على احتياجاته ومفقداته من مشاعر وأحاسيس. المشكلة الكبيرة إنها بتدخل لنا بشكل تدريجي، خليك ما تحسش إنك أنت رايح في طريق أو بتعمل حاجة مش صح. قبل التكنولوجيا دي والمواقع والتليفونات حتى، ما كانش في فرصة كبيرة لتواصل واحد مع واحدة ما يعرفهاش أو واحدة مع حد ما تعرفوش، وحتى اللي يعرفوا بعض زملاء في شغل أو جيران أو قرايب، التواصل والكلام كان بيبقى على الملأ ويدوب على قد الموقف، لكن ما كانش هينفع أو هيسمح بتواصل وان تو وان، بتواصل وكلام على الخاص زي ما بيتقال دلوقتي. كانش عندنا حتى غير التليفون الأرضي، وده كان بتاع الأسرة كلها، كانش ينفع واحد يتواصل مع واحدة بشكل خاص أو واحدة ما يعرفوش بعض. مواقع تواصل يعني بوستات، يعني إعجابات أو تعليقات، وممكن مناقشة وجدال من خلال التعليقات دي، يعني زمايل وزمالات شغل، يعني ناس في مجالك ممكن ما تعرفهمش أصلا، سواء بينكم صداقة على الموقع ده أو حتى عاملين لك مجرد متابعة بس دخلوا معاك في حوارات وبقى وجودهم طبيعي. مواضيع يعني نقاشات، يعني اتفاق أو اختلاف، ومن النقاش في العام للنقاش على الخاص، طبعا بيبدأ بين واحد وواحدة باحترام وحفظ ألقاب، يا باش مهندس يا باش مهندسة، يا أستاذ يا أستاذة. بعدها مجاملات جابت كلام لطيف يحرك المشاعر، دخلنا في اهتمام والاهتمام جاب إعجاب، الإعجاب وكتر الكلام جاب تعود، إني بكلم الشخص ده بشكل دوري وبكلمه كل يوم، التعود جاب قرب، دخلنا في حاجات تانية وقصص كانت صعبة الحقيقة إن هي تحصل في العادي غير عبر المواقع دي. على السوشيال ميديا عندي صحاب وعندي قرايب وعندي معارف، وفي ناس كتيرة ما قابلتهاش أو أعرفها، بس في بينا مجال مشترك، يعني ممكن ندخل في حوارات في نقاشات بس في حدود، يعني كلام حلو أكيد بيجي لي كلام حلو، مين فينا ما بتحبش الكلام الحلو؟ يعني الست بتحب إن هي تسمع كلام حلو تحس إن هي مرغوب فيها، بالذات يعني لو الكلام ده ما بيجيش من أقرب الناس ليها. لو اتبعت لي من حد ما أعرفهوش ممكن أعمل له بلوك؟ لا، يعني البلوك ده صعب شوية. ممكن مثلا إن أنا أتجاهل الرسالة أو إن أنا يعني أرد عليها رد مختصر، يعني شكرا أو مثلا هابي فيس، الحاجات البسيطة دي. لو اتقلف في الشارع أكيد مش هقبله وهتجاهل الشخص ده، هتجاهله تماما. الفرق بيبقى في نظرة الناس اللي حواليا أو نظرة الشخص نفسه، وإن هو كمان ما يتجاوز أو يعد حدوده معايا. جوزي يقول كلام حلو لحد ممكن أكيد تحصل، يعني متوقعها، بس لو أنا اكتشفت ده أو أنا مثلا اتأكدت منه أكيد مش هارضى بيه يعني. بس خليني أقولك إن أنا مش هقبل بأي تجاوزات تحصل، وهقدر أوقف أي شخص عند حده لو حسيت إن هو الموضوع رايح في حتة تانية. شيطان السوشيال ميديا بيدخل للضمير عن طريق التعود، بيعملوا عملية تنويم أو تخدير. أنا مش بعمل حاجة غلط، بتناقش بشكل عام في الكومنتات، بس النقاش في العام ده راح للخاص، بقى في كلام ما كانش ممكن يتقال الأول بقيتي تسمعيه وتسكتي عليه. تسلى ليك الشخص ده بالطريقة دي، بدأ يتوغل في يومك وحياتك، مع فقدان مشاعر تانية من جوزك أو شريكك، مع شوية مشاكل وهموم ومتطلبات الحياة ومنغصاتها، تلاقي نفسك اتورطتي. جانب آخر من مساوئ السوشيال ميديا أنه بيهيأ لك أنه هو موفر لك خصوصية كبيرة، أنت بعيد تتكلم من ورا شاشة، مش ضروري حتى يكون حسابك اللي أنت بتتكلم منه فيه معلوماتك الحقيقية. هنا بقيت أنت في أمان بعيد عن أي رقابة، رقابتك الوحيدة هي الرقابة الذاتية، ضميرك اللي ممكن يغيبه في الوقت ده، إحساسك بأنك متأمن وأنك بعيد عن أي مشاكل. تدخل في جدال مع ناس، تتكلم بطريقة غريبة عنك، تتكلم بحدة بغلظة بشتيمة، تشهر بحد، تبعت رسائل تعارف جريئة أنت في العادي مش ممكن تقولها الواحدة وجها لوجه كده. الحقيقة أن بعض استخدامات مواقع السوشيال ميديا حررت ناس كتير من اللي بيعتبروها قيود، سواء قيود دينية أو أخلاقية أو اجتماعية.
طلعت من جواهم شخصيات تانية خالص كانت المعايير أو القيود دي محجمها ومأيدها بشكل كبير. طلعت من جوا البعض متحرشين بين معارفهم بينضرب بيهم المثل في الأخلاق. أظهرت ملحدين موجودين بيننا بس ما ظهروش ومش هيظهروا غير من ورا الشاشة، يمكن أكتر عداء للأديان من أي حد مختلف معاك في الدين. جابت شاذ جنسياً محدش يعرف عنه حاجة، يمكن ما كانش ممكن يتمادى في ده لو ما كانش وجد حرية مطلقة ومفسدة بالشكل ده. المواقع دي حررت الإنسان من ضميره لما حس إن هو في معزل وفي مأمن تاني. في مقولة بتقول البعض شريف إلى أن تأتيه الفرصة، والمواقع دي الحقيقة أتاحت كل الفرص. الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفتن الظاهر منها والخفي. في فتن ظاهرة بشكل واضح مفيش خلاف عليها، وفي فتن مخفية خطورتها إن هي بتغيب الضمير وقت فعلها وتخليك تتعود عليها. أدواتها ووسائلها بتبان من بره إن هي شيء مفيد، شيء مسلي لا غنى عنها، لكن جواها وفي تفاصيلها بيكمن الشر كله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ظاهرها وباطنها، اللهم إنا نعوذ بك من موت الضمير وغفلته، فنقع فيما لا عنه ترضى ولا بعواقبه نرضى.